شكرا للزميل العزيز احمد فؤاد وضيوفه الكرام الكابتن وائل جمعه والكابتن عزيز بنيجي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، اهلا بكم وسهلا وجوله افريقيه جديده لفرقنا العربيه. مباراه اليوم ما بين النادي الاهلي ممثل لكره القدم المصريه وسيمبا الفريق التنزاني. مباراة هي في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى. النادي الأهلي في المباراة الأولى نجح في الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، جمع ثلاث نقاط. فريق سيمبا أيضا نجح في الفوز خارج ملعبه على فريق فيتا كلوب بهدف مقابل لا شيء. لقاء بين الأول والثاني، لقاء بين فريقين أحدهم النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة الأخيرة وكانت للمرة التاسعة في تاريخه، ويتمنى حصد اللقب العاشر من خلال هذه البطولة ليعود ويعاود المشاركة العالم للأندية. الملعب الوطني بدار السلام هنا بتنزانيا، حضور جماهيري الحية كبير جدا جدا، يصل لأكثر من 35 تقريبا ألف متفرج أو 30 ألف متفرج حسب الساعة اللي قال المسؤولين على الاتحاد الأفريقي إن هم هيسمحوا ليها بتواجدها في الاستاد. الاستاد اللي بيسع ل 60 ألف متفرج، نادي الأهلي ونادي سيمبا ومحاولة لإحراز انتصار جديد لأصحاب الأرض، ولما لا يكون لنادي الأهلي النصيب في حصد ثلاث نقاط جديدة ليرفع رصيده إلى ستة نقاط، يعني إلى حد كبير يكون بنسبة كبيرة حالة من الاطمئنان، حالة من الثقة، حالة من الأداء بهدوء، خاصة وأنه حامل للقب واللقب العاشر هو حلم وحق مشروع لحامل لقب البطولة الأخيرة البطولة التاسعة. النادي الأهلي يلعب اليوم وكل أمل ورغبة في الانتصار وخروج لاعبيه بدون أي إصابات وبدون وليد سليمان، لكن دائما الأهلي بمن حضر من غير التنزانية موجودة في فريق ديانج في نص الملعب في اللقاء، حماية كبيرة جدا جدا مع حمدي فالي بشكل كويس، فرصة الاستلام ولكن على طول تطول من أرض بروح طيبة لعبة النادي الأهلي، ترجع الكرة على طول على طول، اتعملت في مساحة كويسة دخل منطقة الجزاء، ولكن محمد الشناوي في الوقت المناسب يتدخل وينقذ الموقف. هروب في المساحة اللي ما بين بدر بنون ومحمد هاني، لكن محمد الشناوي الحقيقة كان في توقيت مناسب وبمنتهى الدقة ومنتهى الشجاعة. بص التوقيت، فوت وورك اللي خده في اتجاه اللعبة تمام، رقم عظيم. باص الأمامي على طول، فاتحين عرض الملعب كويس، المدرب طالع على طول عالية فوق، ولكن حارس المرمى على طول الحارس مانولا ينقذ الموقف بقوة. ادي الكرة العرضية، ولكن الشناوي تدقته بشكل جميل، وادي الكرة العرضية على طول موجالو في صفارة، فاول من مصلحتنا طبعا او مصلحة النادي الاهلي جوه الملعب. فوديانج قافل كويس قوي العرضية، اوفسايد تسلل فعلا. برافو ياسر ابراهيم وبدر بنون طالعين مع مهربا، يلعب في مساحه جميله الى بواليا، وادي العرضيه، ايوه كده دخول منطقه المرتده، ادي على طول اماميه، واحد على واحد واحد على واحد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن فقد اتزانه. ادي على طول اماميه، يانج افريكانز واحد من الفرق بطل افريقيا وثالث العالم، والتصويبه، ولكن كهربا فوق العارضه. النادي الاهلي اول الشمال شويه، خلي بالك بنون ومحمد هاني، برافو بدر بنون، تمام اليمين على طول كيومبي، وبعرض الملعب خطيره جدا كويس على طول عاليه فوق، ولكن حارس المرمى وبواليا وفاول. حمود وحيد الجمال الجندي كان بيلعب لاعب ارتكاز عظيم جنب محمد طه وعمر ومحمد عيد، مجموعة ممتازة كانت في ذلك الوقت. أقصى اليمين هد وخد، لكن برافو قاطع كويس قوي محمود وحيد، برافو يا محمود، رغم عدم المشاركة كتير لكن ماسك نفسه متماسك. سلامات لبواليا نجم، مية بتشعرك بالراحة، تخلي ضخ القلب للدم، ما بيحتاجش بذل جهد كتير، وبالتالي نقل الاكسجين والعناصر الغذائيه كلها بشكل في اكبر كفاءه للعضلات. ده اللي بيحصل دلوقتي،
وفرصة أيضا على طريقة كرة اليد للوقت المستقطع. سلامات بواليا، إن شاء الله يقوم ويقدر يكمل كويس. سلامات عليه. قلة المية بتؤدي إلى الجفاف، تشعرك بالدوخ. يا سلام على ديان، قد يصوب تاني من جديد أمامية، ولكن تطلع سهلة. إليف ميكيسون اللي بيتكلم عليه، وادي العرضية. يا سلام على ديانج، يا ولد فوق ضربة الرأس. ديانج رجل المواقف الصعبة والمهام الصعبة. بدأ يمر، لكن النادي الأهلي يرجع بشكل كويس. بدر بنوني يلمي قافلين كويس أوي لعبة النادي الأهلي. تاني على طول تروح للخطير، يصوب ويسجل أول أهداف اللقاء. هو ميكيسون، هو اللاعب الموزمبيقي الخطير اللي حذرنا منه، وموسيماني حذر منه. لعيب مزعج جدا، رغم العدد الزيادة اللي عامله النادي الأهلي، رغم تركيز لعيبة النادي الأهلي العالي جدا وحالته الدفاعية الجيدة. لازم يكون أشرس من كده شوية، ما بقولش خط الظهر، بقول خط الوسط. تحضير تاني وتصويب تاني، ولكن إلى ضربة المرمى. طب وبعد، ويخرج واحد من الثلاثة المهاجمين، حاجتين ممكن يكونوا هم الأقرب في الشوط الثاني. حمود وحيد داخل على الدايرة ليه؟ مش معقول. كان ممكن، لكن غريبة جدا. هاني يهاجم شوية، وأكرم يقف مكانه كباك يمين عادي جدا. أدي الباص الأمامي، لو عدت. مضغوط عليه بقوة محمد حسيني، وادي العرضية. جاي بالعرض، فين؟ أكتر من اللازم. محمود وحيد يلعب على طول عالية فوق حارس المرمى. سلام على بواليا، ولكن فاول. ثلاث نقاط، فريق فاز في مباراة الأولى خارج ملعبه على فيتا كلوب، وحتى الآن هو متقدم 1-0. 90% من عدد الحضور، وما كانش الجلوس بهذا الشكل، كان فيه تباعد. طب المدرجات فوق فاضية. حكم اللقاء الكاميروني يستعد. الشوط الأول ما كانش فيه مشاكل تحكيمية، الأمور طبيعية جدا. بيحضروا للي جاي، انطلاقة تاني. خد راحته قوي. لا 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 لا، مش معقول. الولد رايح براحته جدا. لازم يا جماعة الشربة الحرة لصالح النادي الأهلي تتلعب عالية فوق. مش ممكن، كان ممكن والله كان عليهم. تاني على طول استلام تحت ضغط، شوف عددهم اللي ايه. اوفسايد، تسلل على فريق سيمبا. ضربة حرة تصطدم في الحائط، تعود من جديد. تصويبة تاني، تعود من جديد. ياخدوها تاني وبهدوء. هدف. هو تاني بعرض الملعب. لا 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 لا، خلي بالك يا